بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اشف أمراضنا وأمراضهم، وارحم أمواتنا ومواتهم، واقض حوائجنا وحوائجهم، واقض ديوننا وديونهم، ووفقنا وارحمنا وارحمهم، وارحم سائر المسلمين وامواتنا ومشايخنا وعلماءنا يا رب العالمين. اما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للامام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. ونحن اليوم في تكملة النماذج التي اوردها من كرامات الاولياء، وهو جاء بنماذج كثيرة. وكنا قلنا في المقدمة أن الكرامة ليست هي مقصود الولي، وليست هي علامة الولي. ليست الكرامة مقصود للولي أن يعبد الله حتى يأتيه الكرامة، ليست هي المقصود. وكذلك ليست هي علامة للولي، أي أنه هناك أولياء بلا كرامات، بل الأولياء الذين هم بلا كرامات أكثر عددا. والكرامة أحيانا يظهرها الله على يد الولي لينتفع به، ليبين كرامته فينتفع به، يشتهر فيجتمع الناس حوله، لأن طبيعة الناس العامة والعوام يعني ينجذبون إلى مثل هذه الكرامات، ولا ينجذبون إلى العلم بقدر ما ينجذبون إلى الكرامات. حتى أنه هناك صوفية شعبية عند الناس العوام، تصوف له يعني معلومات عندهم وثقافة عندهم قد تختلف عن التصوف الذي يكون عند العلماء الذي ندرسه ونتعلمه ونسلكه في حياتنا. فالتصوف الشعبي عليه مؤاخذات كثيرة، لأنه فيها مبالغات وفيها أشياء جاهلة لا تليق ولا يوافق عليها الشرع الشريف. وهذا هو الذي ينتقده الناس على المتصوفة، لأنهم ينظرون إلى التصوف الشعبي على يد العوام في الممارسات اليومية العادية الغريبة في الموالد وغيرها، ويظن أن هذا هو التصوف الخاص، والتصوف ليس ذلك، ولكن هذه مجرد يعني ناس تصوروا التصوف بصورة معينة ولم يدرسوا الشرع الشريف، فبالغوا في اعتقادهم في الأولياء، وبالغوا أيضا في تبجيلهم للأولياء مبالغة ليست معها العمل الشرعي المطابق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستجد هذه الأشياء كلها تنغص على المتصوف بحق، لأنه يؤاخذ به والناس تتهمها به. فبمجرد أن يسمعون أن فلان العالم متصوف يظن أنه يفعل مثل ما يفعل التصوف الشعبي الذي هو عند الناس. لكن على أي حال، الكرامة موجودة ونحن نصدق بها، ولكن هي ليست مقصود للولي، وليست هي علامة للولي، ولكن هي محض فضل الله يؤتيه من يشاء لبعض أوليائه ويختبر به بعض الأولياء. لأن الولي الذي يختبر بالكرامة هو الذي يقف عندها ويظن أنه قد وصل، فيقف في الترقي، فينشغل بالكون عن الكون عن المكون، ويكون كحمار الرحى هرب من الأكوان إلى الأكوان، كحمار الرحى يبدأ من حيث انتهى ولا يصل إلى شيء. فنسأل الله أن يسلمنا ويعلمنا وينفعنا بأوليائه الصالحين. يقول في الكرامة 89، وسمعته يقول، هو كان بيتكلم على أبا عبد الله الشيرازي، فبيقول وسمعته يقول: سمعت أبا النجم أحمد بن الحسين دخورستان يقول: سمعت أبا بكر الكتاني يقول: كنت في طريق مكة في وسط السنة، فإذا أنا بهميان ملآن. هميان زي الكيس، زي الكيس، أو عارف الحزام اللي بيبقى بيلبسه الحجاج وفيه ديوب، هو ده الهميان، يعني بيحط فيه فلوسه ويلف بيه وسطه. فهو وجد إيه هذا ملآن يلتمع دنانير،
فهممت أن أحمله لأفرقه على فقراء مكة، فهتف بهاتف: إن أخذته سلبناك فقرك. لأن معلوم أن عين الغنى هو الفقر إلى الله، هو ده عين الغنى. أما الافتقار للدنيا فده عين الفقر، والاستغناء بالدنيا هو ده عين الفقر. ولو معه مال الدنيا كلها وهو مستغن به لا بالله فيكون هو ايه؟ هو الفقير. وتعس عبد الدينار فيصير عبدا للدينار وعبدا للمال. وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكون جبال مكة له ذهب وفي يد غيره تراب، ابى صلى الله عليه وسلم، لان غناه بالله لا بالدنيا، وغناه بتوكله على الله لا بالذهب ولا بالفضة. فهؤلاء هم الراس النبي. ومعلوم ان اللقطة لا تمتلكها بمجرد التقاطها، ولكن يجب عليك ان تعرفها وان تحفظها عندك سنة او اكثر، فهي مسؤولية امانة، وليس الامر ليست هي من باب الرزق الحلال. يعني مجرد الواحد لا محفظة فيها فلوس، شنطة فيها فلوس، مش ليست رزقا سقاه الله لك، ولكن هي مسؤولية سقاها الله لك حتى تعرفها وحتى تبحث عن صاحبها وغير ذلك، وتمكث عندك عام او اكثر لا تقربها لعله يأتي يسأل عنها. فان لم يأتي لك ان تتصرف فيها على انك تتصرف تصرف المؤتمن الذي يضمنها اذا جاء صاحبه. يعني تتصرف فيها، جاء صاحبها بعد 10 سنين تقول له: والله بس انا صرفت منها 10,000 جنيه، معلش كنت بجوز بنتي ولا كنت بعمل عملية، تستسمح؟ فإن أذن وإن لم يأذن تسددها له لأنها فلوس. فإن كنت فقير لك أن تستخدمها على أنها صدقة من صاحبها إليك، إن كنت من أهل الصدقات من يقبلون الصدقة من المساكين والفقراء. فإذا ظهر في يوم من الأيام أيضا تستسمح فيها. يعني هي المسألة ليست رزقا سقاه الله لك، مش مجرد أنت ماشي كده في المسجد دلوقتي في صحن المسجد تجد ساعة واقعة تبقى دي رزق تاخدها، ولقيت محفظة تبقى دي رزق، لقيت كتاب مكتوب محطوط قيم طبعة قيمة فخمة تقول ده رزق، واحنا طلاب علم يلا نقعد ندرس، ما ينفعش. لان لا يحل مال المسلم الا بطيب نفس، مش كده برضه؟ واللي وقعت منه وضاعت منه لسه لم يطب نفس بها، وعشان كده ربنا صرفه عن ان يلتقطها، فده من باب الحفظ. يبقى هنا في باب حفظ، هنا الكرامة اللي هنا حفظه عندما اراد ان يتصرف فيما لا يملك، ولو في باب الخير، وقال لك هيتصدق بيه، شوف باب خير اهو، لكن هيتصرف فيما لا يملك، فحفظه الله وايه واسمعه الهاتف، يبقى دي كرامه. لان ياما ناس تمد ايدها على الحرام ولا بيسمع هاتف ولا بيسمع، ولو خطبت له ليل نهار هياخد الحرام ياخده. فلان الاولياء محفوظون يحفظهم الله وليسوا معصومون، لان العصمه للانبياء. حدثنا محمد بن محمد بن عبد الله الصوفي قال: حدثنا احمد بن يوسف الخياط قال: سمعت ابا علي الرزباري يقول: سمعت العباس الشرقي يقول: كنا مع ابي التراب النخشبي في طريق مكة، فعدل عن الطريق الى ناحية، فقال له بعض اصحابي: انا عطشان، فضرب برجله الى الارض فاذا عين من ماء زلال، فقال الفتى: احب ان اشربه في قدح، فضرب بيده الى الارض فناوله قدحا من زجاج ابيض كاحسن ما رايت، فشرب وسقانا وما زال القدح معنا الى مكة. فقال لي ابو تراب يوما: ما يقول اصحابك في هذه الامور التي يكرم الله بها عباده؟ فقلت: ما رأيت احدا الا وهو يؤمن بها، يعني يعتقد في الكرامات، لان المعتزلة في عصرهم كانوا ينكروا الكرامات، كانوا في عصرهم في جماعة المعتزلة ينكرونها. فبيقول له: انت ايه رأيك؟ قال: كل اللي انا اتربيت معاهم وعشت معاهم يؤمنون ان هناك كرامات وخوارق يجريها الله على يد من شاء من عباده. فقال: من لم يؤمن بها فقد كفر، انما سألتك من طريق الاحوال. من لا يؤمن بها فقد كفر، وكفر انكار مش كفر ايه اعتقاد، لان الذي ينكر الكرامة لا يكفر عند اهل السنة، وان كان يكون مخالفا للاجماع بس، لكن لا نكفره. يعني لو واحد مخه، احنا لم نكفر المعتزلة اصلا، يعني المعتزلة فرقة من المسلمين لم نكفرها. يبقى هنا ما يقول لك فقد كفر يقصد كفر ايه؟ كفر عملي، يعني كفر نعمة، كأنه بيكفر النعم التي انعمها الله وهو الانكار، لان الكفر نوع انكار.
ولا يقصد كفر الاعتقاد. من لم يؤمن بها فقد كفر. انما سألتك من طريق الاحوال، فقلت ما اعرف لهم قولا فيه. قال بلى، قد زعم اصحابك انها خدع من الحق، وليس الامر كذلك، انما الخدع في حال السكون اليها. فاما من لم يقترح ذلك ولم يساكنها فتلك مرتبة الربانيين. يعني بيقول له ان الكرامات دي، بيقول له ايه رأيك فيها، هل هي دليل على ترقي الاحوال ولا لا؟ قال والله انا ما سمعتش، لكن انا اعتقد ان هي خدع، ان ربنا بيخدع بها او يمكر ببعض المريدين والسالكين حتى يختبر صدقهم في السلوك، هل يركنون اليها ام لا يركنون اليها. لان كلما تقدم الانسان وارتقى في طريقه الى الله هتف به هاتف ان الذي تقصده امامك، لان لا نهايه للترقي. فلما يجي يحصل له رؤى او يحصل له كرامة ربما يقف عندها ويظن انه قد وصل، ولكن اذا ظن انه وصل بها يبقى انخدع. فقال له لا، هي مش شرط تبقى خدع فقط، لكن قد تكون هي كرامة اكرام له، ربنا بيكرمه يؤنسه وهو لا يركن اليه، فهي ابتلاء من الله للولي اذا ركن اليه، ابتلاء واختبار، واكرام لله للولي ليعرف حتى يعني ينتفع به، لانه ممكن يبقى واقع في وسط الناس مش عارفين ان ده ولي، والناس انت عارف العوام عندهم الولي لازم يبقى حاوي، عايزين ولي حاوي يعمل كده على الهوى يجيب لهم اللي هم عايزينه من الهوى، والا ده ما ينفعش يبقى ولي في اعتقاد العوام كده. فلما يكون هو راجل من هذا الصلاح ويريد ان ربنا يخلي العوام تستفيد بيه، يقوم ربنا يبرئ على ايده حاجه من فعل الحواده علشان الناس يقول يا سلام الحاوي يستفيدوا به، فهم يستفيدوا بدعائه وبصلاحه وبعلمه ويجتمعون حوله بعدما كانوا يفرون عنه، فربما يكون هذا السبب. حدثنا محمد بن عبد الله الصوفي قال حدثنا ابو الفرج الورثاني قال سمعت محمد بن الحسين الخلدي بطرسوس، بلد اسمها طرسوس، قال سمعت ابا عبد الله بن الجلاء. معظم البلاد اللي بنسمعها دي كلها موجودة في ناحية شمال باكستان وافغانستان وشرق ايران، الان كل الاولياء اللي احنا قاعدين نقرا فيهم كل كانوا في هذه المنطقة في الفترة اللي هو في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري تقريبا. قال سمعت ابا عبد الله بن الجلاء يقول كنا في غرفة سري الثقفي ببغداد، وسيدنا سري الثقفي ده مدفون حتى في بغداد في غرفته في بيته الذي مات فيه، وهو خال سيدنا الجنيد، وسيدنا الجنيد ايضا مدفون بجواره، يعني مقام ده كده ومقام ده كده في غرفة صغيرة ومدفونين يعني في نفس المكان، وربنا شرفني واكرمني وزرتهم الحمد لله هناك، حتى اننا احنا زرناهم بالليل بعد العشاء في حتة مليانة مقبرة، وكان معانا واحد من نسل سيد عبد القادر الجيلاني اخو السيد بكر شريف نقيب اشراف بغداد، تعرفنا عليه في الساحة الجيلانية عند سيد عبد القادر الجيلاني بعد المغرب، وقلنا له نريد ان نزور سيدنا الجنيد والسري الثقفي ولا نعرف مكانهم، وكان السائق اللي معانا من بغداد راجل عنده 35 سنة ومولود في بغداد، نقول له اسماء الاولياء اللي احنا نعرفهم، يقول له عمري ما سمعت عنه، نقول له ودينا عند سيدنا الجنيد، قال انا غاية ما اعرفه مسجد عبد القادر الجيلاني، قلنا طب وديه، فودانا عند مسجد سيدي عبد القادر الجيلاني قرب المغرب، فدخلنا وتعرفنا هناك على احد احفاده اللي هو نقيب اشراف بغداد اللي هو السيد بكر الجيلاني، وهو استاذ في علوم الشريعة وبيدرس هناك في بغداد. فلما تعرفنا عليه صلينا معهم المغرب والعشاء، وارسل معنا اخ له اخي الاصغر، وقال هو يعرف مكان قبر سيدنا الجنيد وسيدنا السري الثقفي، فركب معنا في السيارة علشان يدلنا، وكان الطريق مظلم حتى ان هو نفسه ابتدت السيارة تلف شوية كده، فبعد كده افتكر فوقفنا لقينا في واحد واقف في الطريق، طلع ان الرجل اللي هو قاعد اصلا مقيم بالضريح، سبحان الله ربنا خرجه مخصوص، بيقول انا ايه يعني لقيت نفسي كده عايز اخرج لسبب ما اعرفش، فخرج لان احنا تايهين، فخد بيدنا ودانا. فروحنا زرناهم الحمد لله وربنا اكرمنا، وكانه واقف يستقبلنا. فاولئك الاولياء احياء ويشعرون بزوارهم. يعني دي معروفه انهم احياء ويشعرون حتى بزوارهم. وبتستفيد بزياره الولي الميت كاستفادتك بزيارته وهو حي، لانه ما زال حي، يدعو لك ويأنس بك.
وعشان كده يستشعر هذا المعنى معظم الناس حتى الناس العوام البسطاء، يقول لك انا يا اخي كل ما بيضيق بي الحال اروح اقعد عند ستنا زينب استريح شويه وامشي. ده بتحصل حتى العوام، واحد يقول لك انا يضيق بي الحال اروح ازور ستنا نفيسه الاقي نفسي استريح. وانت نفسك لما يضيق بك الحال وتروح تعمل عمره وتقعد كده في الروضه الشريفه بجوار سيدنا رسول الله تلاقي خلاص كانك اتغسلت من كل شيء. فده شيء معروف، زياره الولي حي كزيارته ميت، فلا تحرم نفسك. ولكن زيارته حي فيها فتنه. ليه؟ لانك بتراه في البشريه فقد تنتقصه، فاذا انتقصته لا تنتفع به. وعشان كده يقول لك ايه، الواحد طول ما هو حي الناس مش عارفه قيمته، اول ما يموت تعرفوا قيمته. يعرفوا قيمته ليه؟ لانه ما بيشوفوش في صوره بشر بياكل ويشرب ويجوع ويتكرع ويخش الحمام وبتاع. هو عايز الوالي ما يعملش الحاجات دي. بقى في والي يعني يتعوض؟ في والي مثلا يجي له قيء، يجي له اسهال؟ ما ينفعش، هو في تصوره كده. فلما بيشوفه في حال حياته عنده مغص، عنده والي ايه ده اللي عنده مغص؟ والي ايه ده اللي بيتساوب ده؟ ما ينفعش ده. فيبقى ايه، المعاصره حجاب بيسموها كده العلماء، يقول لك المعاصره حجاب. انما اول بقى ما يموت خلاص يبقى والي كبير، ويعملوا له مولد ويجيبوا المراجيح حواليه والدنيا تتقلب وكل يوم يتكلموا عليه في الاذاعه والتلفزيون. طب ما كان حي بينكم ما كانش حد دريان بيه. لكن هكذا طبيعه الناس، لا يراتي ميتا يعني بتبقى اخف وطأة من حيث احترامه انه هو حي، لانه هو حي قد يحدث منك نوع انتقاص فلا تستفيد به الاستفادة الكاملة، فزيارته في حال وفاته اعلى. فربنا يعرفنا باوليائه الاحياء والاموات ويرزقنا الادب معهم. فبيقول كنا في غرفة سري السقطي ببغداد، فلما ذهب من الليل شيء لبس قميصا نظيفا وسراويل ورداء ونعلا. السراويل اللي هو الحاجة اللي بتغطي النصف الاسفل من الجسم، والرداء الحاجة اللي بتغطي النصف الاعلى من الجسم. وقام ليخرج، فقلت الى اين في هذا الوقت؟ عايز يخرج في وقت بعد منتصف الليل. فقال اعود فتحا الموصلي. فتحا الموصلي ده من اصدقائي من الاولياء ايضا، والظاهر كان مريض. فلما مشى في طرقات بغداد اخذه العسس وحبسوه. عارف انت بقى الحراس بتوع الليل الغفرة اللي بيمشوا بالليل الوقت اختفوا، ما بيعملوش، يا دوب بيعملوا كمائن امن كده بس عشان السيارات. لكن الايام دي لما تمشي برجليك زي ما انت عايز ما حدش يقرب لك. كان زمان بقى اللي يمشي بالليل في عسكري كده، عساكر رايحين اللي يسموهم الدرك، الغفرة بتوع الدرك يسموهم العسس لانهم يتعسسوا اي في الليل. فاول ما شافوه خدوه تحري. ايه اللي ماشيه كده راجل بالليل كده؟ لا يكون حرامي، راحوا واخدينه وقابضين عليه. فلما كان من الغد امر بضربه مع المحبوسين، لان خالفوا النظام العام، النظام العام ما حدش يمشي بالليل في الطرقات والا يجيب لنفسه شوف. فاتحبس وخدوه مع المشبوهين وعايزين ايه؟ يضربوه مع المحبوسين. فلما رفع الجلاد يده ليضربه وقفت يده فلم يقدر ان يحركها. فقيل للجلاد اضرب، فقال بحذاء شيخ واقف يقول لي لا تضربه، فتقف يدي لا تتحرك. فنظروا من الرجل، فاذا هو فتح الموصلي فلم يضربوه. يعني سيدنا فتح الموصلي عرف، ربنا اعلمه يعني. اولا فيها كرامات عديده، فيها كرامه ان ربنا كف الاذى عنه، دي اول حاجه. ثانيا الكرامه الثانيه ان اعلم سيدنا فتح الموصلي ان السري سقطي جاي يزورك فقبضوا عليه وهيحبسوه وهيتضرب. فراح هو خرج من مرضه وراح لهم في الموضع اللي بيعاقبوا فيه المشبوهين. فلما وقف بجوار الجلاد يقولوا للجلاد اضرب، وسيدنا فتح يقول له لا تضرب. وهذه كلها كرامات لسيدنا فتح الموصلي وسيدنا سري السقطي. اخبرنا الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الحارث الخطابي قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سعيد بن يحيى البصري قال كان اناس من قريش يجلسون الى عبد الواحد بن زيد، فاتوه يوما وقالوا انا نخاف من الضيقه والحاجه. يعني احنا خايفين من الفقر وضيق الحال، يعني زي المصريين الوقت كلهم خايفين كده، الغلاء والاسعار وكل كلامهم الوقت متعلق بهذه المواضيع. فرفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إني أسألك باسمك المرتفع الذي تكرم به من شئت من أوليائك وتلهمه الصفية من أحبابك أن تأتينا برزق من لدنك تقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا هؤلاء
فأنت الحنان المنان القديم الإحسان. اللهم الساعة الساعة الساعة، يعني دلوقتي. قال: فسمعت والله قعقعة للسقف ثم تناثرت علينا دنانير ودراهم. يعني السماء ايه امطرت عليهم، السقف امطر عليهم دنانير ودراهم ببركة دعائه. فقال عبد الواحد بن زيد: استغنوا بالله عز وجل عن غيره، استغنوا بالله يعني برزق الله عن غيره. فاخذوا ذلك ولم ياخذ عبد الواحد بن زيد شيئا منه، اللي هو دعا اللي هو السبب فيه ما مدش ايده، لانه هو فقره لله خلاص، هو اصلا بنكه عند الله، هيمد ايده للبنك الارضي؟ انا كل خزائني عند الله، خلاص انتهينا. فطالما لا يقربها بقى البنك الدولي ولا البنك المركزي ولا المحافظ المالية ولا رئيس الجمهورية ولا حد يقدر يأممها، حد يقدر يأمم رزقك اللي عند الله؟ ما حدش يقدر يقرب إليه. سمعت أبا عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن علي الجوزي بجندي سابور قال: سمعت الكتاني يقول: رأيت بعض الصوفية وكان غريبا ما كنت أثبته. يعني ما كانش يعرفه بالظبط، لكن هو هيئته صوفي، كان ليهم هيئة معينة ولبس معين، ومع طول السفر فجيبوا ايه يعني ثيابهم رصة وعليهم اثار السفر واثار الفقر. قد تقدم الى الكعبة ولقاه يتقدم الى الكعبة وقال: يا رب ما ادري ما يقول هؤلاء، يعني الطائفين. فقيل له: انظر ما في هذه الرقعة. قال: فطارت الرقعة في الهواء وغابت. يعني بيقول لي: يا رب انا عايز اقول زي الناس اللي بتقول دي كلها، انا مش عارف الناس دي بتقول ايه. بس يعني هو راجل ايه متوكل على الله، بس ما عندوش حسن بيان حسن طلب، فلا كل الناس بتطوف وكل الناس قاعدة تقول كلام كتير قوي ومش عارف حاجة. قال: يا رب بيقولوا ايه دول، يا رب بيقولوا ايه دول. فربنا بعت له رقعة فيها ملخص ما يقولون، فكل الحاجات دي يعني ملخص ما يقولون، اللي هو: يا الله اغفر لي وارحمني وتب علي واغنني. زي ما احد الصحابة بعدما اسلم وكان لسه بدوي جديد جاي من بدو، فلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعي دعوات كتيرة سيدنا ابو بكر، فقال: يا رسول الله لا احسن تمتمتك ولا تمتمت ابي بكر، اللي ما عرفش اقول الكلام اللي بتقوله ده كله، مش عارف احفظه. فقال: انت قلت ايه؟ قال: قلت اللهم اغفر لي وارحمني. قال: حولها ندندن، حول المعنى ده كله احنا بندندن، انت خلاص قلت اللي احنا قلناه كله ملخص، فالحكايه سهله يعني. وسمعته يقول: سمعت عبد الواحد بن بكر الورثاني يقول: سمعت محمد بن علي بن الحسين المقري بطرسوس يقول: سمعت ابا عبد الله بن الجلاء يقول: اشتهت والدتي على والدي يوما من الايام سمكا. يعني والدته قالت لجوزها اللي هو والده: انا نفسي اكل سمك النهارده. فمضى والدي الى السوق وانا معه فاشترى سمكا ووقف ينتظر من يحمله، فرأى صبيا وقف بحذائه مع صبيه فقال: يا عم تريد من يحمله؟ فقال: نعم. فحمله ومشى معنا فسمعنا الاذان، فقال الصبي: اذن المؤذن ويحتاج ان اتطهر واصلي، الواد الشياه. قال له: بس دلوقتي اذن المؤذن، انا عايز اصلي واتطهر، فان رضيت والا فاحمل انت السمك. ووضع الصبي السمك ومر. فقال ابي: فنحن اولى ان نتوكل في السمك، يعني ايه نسيبه ونخش نتوكل على الله يعني، ونسيبه ونخش نصلي. اذا كان الصبي اللي مش مكلف سمع الاذان مش عايز يفوته، امال احنا الكبار اللي قربنا يعني زي ما بيقولوا بلغه المصريين رجل بره ورجل جوه، يعني رجل بره القبر ورجل جوه القبر، يعني على وشك ندخل، فيبقى احنا من باب اولى. فدخلنا المسجد فصلينا وجاء الصبي وصلى، فلما خرجنا فإذا بالسمك موضوع مكانه، فحمله الصبي ومضى معنا إلى دارنا. فذكر والدي ذلك لوالدتي فقالت: قل له حتى يقيم عندنا ويأكل معنا، قل للولد ده الصبي ده خليه قاعد معنا لحد ما وضى بالسمك ولحد ما يأكل معنا. فقلنا له، فقال: إني صائم. فقلنا: فتعود إلينا بالعشي، طب تيجي بالليل بعد المغرب تفطر عندنا. فقال: إذا حملت مرة في اليوم لا أحمل ثانية. يعني هو بيشتغل يحمل مرة واحدة ياخد أجرة تكفيه يومه وخلاص ما يشتغلش تاني، يتفرغ للعبادة. فأنا خلاص كفاية كده عليا أجرتي، إن أنا مش هشتغل تاني ومش حاجة تاني العشية، أنا عندي مصالح، مصالح يعني عبادة. ولكني سأدخل المسجد إلى المساء،
ثم ادخل عليه. قالوا على اي حال انا حدخل المسجد في المساء يعني في العشاء اصلي وبعد ما اصلي العشاء ابقى اعدي عليكم. فمضى، فلما امسينا دخل الصبي واكلنا، فلما فرغنا دللناه على موضع الطهارة عشان يغسل ايده، ورأينا فيه انه يؤثر الخلوة، ولو ان هو بيحب كده ما يتكلمش كتير، فتركناه في بيت، سابوه في غرفة كده منفصل. فلما كان في بعض الليل وكان لقريب لنا بنت زمنة، يعني كان في واحد قريبهم بنته عندها مرض مزمن، فجاءت تمشي، بس طلع البنت اللي مش قادرة تمشي دي وكانت يعني حديثة المرض بنت قريبهم جاية لهم ماشية، فسألناها عن حالها فقالت قلت يا رب بحرمة ضيفنا أن تعافيني، فقمت ببركة هذا الضيف. قال فمضينا لنطلب الصبي فإذا الأبواب مغلقة كما كانت ولم نجد الصبي، يعني خرج من حيث لا باب. فقال أبي فمنهم صغير ومنهم كبير، يعني الأولياء منهم الصغير ومنهم الكبير، يعني الولاية ملهاش سن معين، مش كده برضو ربك في النبوة حتى قال لك وآتيناه الحكم الصغير، يعني حتى في النبوة مفيش أعلى من النبوة، في من الأنبياء من نبي وهو في بطن أمه، لكن سيدنا محمد نبي قبل خلق آدم، لحتى تفتكر أنه متميز على سيدنا محمد، خد بالك محدش متميز على سيدنا محمد. تيجي تقول يحيى نبي في بطن أمه، طب سيدنا محمد ما نبي في الأربعين، ده ظهرت نبوتي في الأربعين، لكن نبوتي بدايتها قبل خلق آدم، اسمع، قبل جميع الأنبياء، قبل جميع الأنبياء. شفت بقى ازاي نبوة نبيه قديمة ازاي بالنسبة لبقية الانبياء. سمعت محمد بن الحسين يقول حدثنا ابو الحارث الخطابي قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سعيد بن يحيى البصري قال اتيت عبد الواحد بن زيد وهو جالس في ظل، فقلت له لو سألت الله ان يوسع عليك الرزق لرجوت ان يفعل، يعني لا قاعد في الظل كده والراجل زي ما بيقولوا في اللغة المصرية على الحديدة لا يملك شيء، قاعد كده هو راجل صالح عابد، يقول له يا اخي ما تدعي ربنا يوسع عليك وانا اعتقد ان دعائك مستجاب، انت راجل طيب، ايه اللي معادك كده في الشارع تحت ظل شجر، ادعي ربنا يمكن يقعدك في قصر ولا يقعدك في حاجة. فقام رد عليه فقال ربي اعلم بمصالح عبادي، انت ايه دخلك انت بين الله وبين عباده، هو ربنا شايف اللي يصلحني كده وانا راضي، انت ايه دخلك انت، ربنا اعلم بمصالح العباد، انا راضي ومبسوط كده وربنا يرى ان مصلحتي ان انا اكون كده، ايه بقى المشكله. ثم اخذ حصى من الارض ثم قال اللهم ان شئت ان تجعلها ذهبا فعل، فاذا هي والله في يده ذهب، شويه تراب كده، قال يا رب لو شئت تجعل الحبه دول ذهب خليهم ذهب، فبص لهم ذهب في ايده، فألقاها إلي وقال أنفقها أنت فلا خير في الدنيا إلا للآخرة. قال له أنت عايز تستغنى خد دول أنت شوية الدهب دول وسيبنا أنا قاعد في الظل. يبقى ده غناهم بالله مش غناه بالدنيا، يا رب فلوس يا رب فلوس فلوس فلوس، قاعد يتعبد تقول يا رب فلوس، إيه فلوس؟ إيه فلوس دي؟ اطلب من الله سبحانه وتعالى إن هو يغنيك من فضله، فممكن يغنيك بلا مال، شوف يغنيك بلا مال، وممكن يفقر انسان معاه اموال الدنيا، فالحكاية بسيطة. وانت عايز تبقى غني في الحال دلوقتي حالا غني كده وانت لسه طالع من بيتك يمكن في جيبك شوية جنيهات معدودة ان كان في، يعني تبقى غني في الحال دلوقتي من غير ما تروح البنك ومن غير ما تكسب شهادات الاستثمار ولا اي حاجة ولا تطلب الرقم الفلاني علشان يقولوا لك انت كسبت عربية، عايز كده اقنع بما رزقك الله لك تكن اغنى الناس، في الحال تبقى اغنى الناس دلوقتي حالا، هي المساله بس اقلب قلبك بدل ما قلبك متشوف للدنيا اقلبه كده وخليه يراضي بما اعطاك الله، تلاقي نفسك بقيت غني استغنيت خلاص، اللي يجي يحاول يعرض عليك اي حاجه تقول لهم شكر انا عندي كل حاجه الحمد لله عندي كل حاجه في الحال. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول سمعت الحسين بن احمد الفارسي يقول سمعت الرقي يقول سمعت احمد بن منصور يقول قال لي أستاذي أبو يعقوب السوسي غسلت مريدا فأمسك إبهامي، يعني بيغسل واحد من العباد يسموه مريد، يعني كان عابد مريد الوصول فمات فبيغسله، فهو بيغسله بص لقاه بيمسك إبهامه، طبعا أنت لو بتغسل ميت ومسكك هتتجنن، فيعني ربنا يثبت عقلنا. فأمسك إبهامي وهو على المغتسل
فقلت يا بني خلي يدي سيب ايدي الله يكرمك، انا ادري انك لست بميت وانما هي نقلة من دار الى دار، انا عارف ان الناس الطيبين دول احياء بنقلة بس انت مش انا عارف، سيب ايدي بقى عشان خلص. فخلى يدي وسمعته يقول، سمعت ابا بكر احمد بن محمد الطرسوسي يقول، سمعت ابراهيم بن شيبان يقول، صاحبني شاب حسن الارادة، يعني عنده همة في العبادة، حسن الارادة يعني عنده همة عالية في العبادة، فمات فاشتغل قلبي به جدا، زي ما تقول حزن عليه حزن شديد، وقال هو الموت ما بياخدش الا الناس الحلوين، ازاي ما بيسيبش الا الزبالة واحنا مع الزبالة، وربنا ينجينا، مش في ناس بيقولوا الكلام ده، وربنا ينجينا. فهو زعل قوي ان الواد الصالح ده الحاجة الحلوة دي كلها مات. وتوليت غسله، فلما اردت غسل يديه بدأت بشماله من الدهشة، يعني من كتر ما هو مهموم من موته فابتدى يغسله فابتدى بشماله، فاخذها مني وناولني يمين، هو نايم ميت. فقلت صدق يا بني، انا غلطت انا غلطت. كل دي كرامات لهم حتى بعد الوفاة، علشان ربك يعرفك ان الروح بقية وان الموت ده انتقال ولادة تانية، لدرجة بيعملوا تاريخ المولد احتفال موالد الاولياء بتاريخ وفاته. ليه؟ لانها ولادة تانية، ارتقاء. ولادته الاولانية دي مش هي الولادة الحقيقية، ده الولادة الحقيقية لما ساب الدنيا، وعشان كده يعملوا المولد يوم وفاته، وفي رسول الله يوم وفاته ويوم ولادته، كأن النبي في كل حال في ارتقاء، عشان تفهم ان لما تولد ارتقى ولما مات ارتقى وما زال يرتقي في كل لحظة، وللآخرة خير لك من الاولى. الحكاية سهلة، لكن الناس التانية الاونطاجية اللي مش فاهمة يقولك مات وخلاص، لا، عند المسلمين مش مات وخلاص، ده مات وارتقى، ده مات وبقى حاجة عالية، لان الروح بقية، الروح لا تفنى ولا زال لها تعلق بموضع الجسد الذي دفن فيه. وعلشان كده اهل السنة والجماعة عارفين ان الموت ده انتقال من حياة الى حياة ارحب والى حياة اوسع، وان هو وهو ميت وهو حي بينظر من خلال الجسد ده، والجسد ده ضيق، لكن بعد وفاته بينظر خارج الجسد فيبقى نظره اوسع، وعشان كده يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، مش كده برضه؟ وهو في الدنيا بيعبد ربنا، شايف الجنة؟ اول ما يموت وتطلع روحه تبص تلاقي شايف الجنة وشايف موضعه فيه، يبقى ارتقى ولا ما ارتقاش؟ بقى حاجة ثانية، بقى حاجة ثانية. وعشان كده اهل السنة والجماعة عارفين ان الاولياء والانبياء في برازخهم هم احيا منهم في حال حياته، فلم ينقطع عملهم فيهم ولم ينقطع تعلقهم بهم، لانهم ابواب رحمة للناس، مش كده برضو؟ لكن الناس التانيين اللي انت فاهمهم يقولك ماتوا خلاص، ماتوا خلاص عنده هو، فحرم من هذا الباب، فالمحروم هو الذي يحرم نفسه، ولكن ايادي الله واسعة وكثيرة ممدودة لخلق الله جميعا، يأخذ بأيديهم، بيد الحي وبيد الميت وبيد. انا سمعت قصة من تمرجية اول امبارح بتقول ان ليها جار مسيحي، كلام ده من اكثر من 10 سنوات، شاف الرسول في الرؤية، يعني هو مسيحي اهو، شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية، فالراجل استيقظ واسلم وسمى نفسه محمد المهدي، وفضل كده عايش مع اهله على انه مسيحي لكن هو مسلم علشان ما يقتلهوش، والكلام اللي بيحصل ده اللي انتوا عارفينه، لحد قبل ما يموت عدى عليها لان هي جارته قدامه على طول، فاداها 1200 جنيه، قال لها لو انا مت حد يبقى ايه يعتمر ولا يحج بالنيابة عني بالفلوس دي، وفضل ومات على الاسلام. شفت بقى الرسول صلى الله عليه وسلم عارف امته وفي قبره، يعني عارف امة الاجابة بتاعته وهي في قبره باسمائهم، فلا ده تايه، فراح جابه في الرؤية. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مات وخلاص ولا مطلع على احوال امته؟ مطلع على احوال الام. انا ليا صديق عايش في فرنسا قال لي ان في واحد فرنساوي شاف الرسول في الرؤية وكلمه فرنساوي، ايه رأيك بقى؟ الله، وما ارسلنا من رسول الله بلسان قومي، وكل اللي على الارض من قوم النبي، هي كده ايه يعني؟ ما بيقفوا قدام النبي من جميع الجنسيات بيسلموا عليه بكل اللغات، وهو في قبر الشريف وبيرد عليه، ايه المشكلة يعني؟ وعلم ادم الاسماء كلها، مش هيعلم سيدنا رسول الله وعلمك كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة؟ في عامل وفود بيجي كل وفد يكلمه بلغته، والرسول صلى الله عليه وسلم يكلم كل وفد بلغته، وسيدنا علي افصح الصحابة كان يقول اقف بجوار النبي كأني اعدمي لا افهم شيء،
النبي قاعد بيكلم الوفد اللي جاي له والوفد بيرد عليه وسيدنا علي واقف جنبهم مستمع مش فاهم حاجه. يبقى الحكايه سهله. والراجل الفرنساوي ده لما شاف الرسول في الرؤيا سال على المركز الثقافي المركز الاسلامي في باريس واسلم. يعني الرسول عارف امته بيتفقدها، التايه فيهم من امه ثانيه بيجيبه. تقول لي مات وخلاص؟ ده انت اللي ميت يا غلبان. ها؟ ما هو يقول لك ضعيف الجماعه ايه؟ يقول لك ضعيف، حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. لكن احنا شايفينه ان هو حديث حسن الاسناد. وبعدين ادله حياته في القران اوضح من اي حديث اخر، عشان ما نخشش بقى في حديث يقول لك ده ضعيف ومش ضعيف. حياته في القران اوضح. اوضح كثيره، ايات كثيره. مش عايزين نخرج عن الموعظه، عايز اخلص الكرامات. لا احنا عندنا باب الكرامات عايزين ايه؟ موسعه لنا الشيخ عبد الكريم. وسمعته يقول سمعت ابا النجم المقري البرزعي بشيراز يقول، شيراز دي يبقى في ايران مش كده برضه؟ في ايران الوقت. يقول سمعت الرقي يقول، سمعت احمد بن منصور يقول، سمعت ابا يعقوب السوسي يقول دعني مريد بمكه. فقال يا استاذ انا غدا اموت وقت الظهر، فخذ هذا الدينار فاحفر لي بنفسه وكفني بنفس الارض. حاجه غريبه قوي، يعرف يموت امتى؟ ربنا يعلم من يشاء بما شاء. فخذ هذا الدينار فاحفر لي بنفسي وكفني بنصف الاخر. ثم لما كان الغد جاء وطاف بالبيت ثم تباعد ومات، فغسلت ودفنت ووضعت في اللحم. ففتح عينيه فقلت احيا بعد موت؟ فقال انا حي وكل محب لله حي. اذا كان دي حياه الاولياء وحياه الشهداء ثابته في القران، يبقى حياه نبينا مش هتبقى ثابته؟ وفي حد افضل من نبينا؟ وفي حد اكرم من نبينا؟ ربك بيقول اكرمكم عند الله اتقاكم، والنبي بيقول انا اتقى الخلق. يعني كانه بيقول لك انا اكرم الخلق. لما اجيب كلام النبي انا اتقى الخلق واعبد الخلق واعلم الخلق بالله، وربنا بيقول اكرمكم عند الله اتقاكم، يبقى من اتقى الخلق؟ هو رسول الله، يبقى هو اشرف الخلق، هو اكرم الخلق على الله. بنص القران. الحكايه مش عايزه يعني مناقشات كثيره زي ما وقع ابن حزم وفضل سيدنا جبريل على سيدنا محمد. وجاء بعض العلماء توقفوا قال لك والله احنا نقول ان سيدنا محمد افضل الانس وجبريل افضل الملائكه. ولكن احنا مش عارفين نفاضل ايه. افضل خلق الله على الاطلاق، افضل خلق الله على الاطلاق طبعا. ما انا بقول لك الحكايه بصريح القران، بصريح القران يا ستي، ما هي واضحه. هو ربنا مش اسجد الملائكه للانس في سوره سيدنا ادم؟ خلاص. ومن سيد ولد ادم؟ سيدنا رسول الله. يبقى كان الملائكه سجد لرسول الله، فهمت؟ يبقى هو اعلم الملائكة. الحكاية سهلة واضحة. بل هو مرسل للملائكة ايضا، والامام السيوطي له رسالة حتى في ارسال النبي الى الملائك، مش كده برضه سماه الارائك في ارسال النبي الملائك، وجايب ادلة كثيرة. على الاية بتقول ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم، مش كده برضه؟ ومن يقل من الملائكة، يبقى تم انذار الملائكة على لسان نبينا، بقى نبي له. يبقى هو نبي للملائكة. وكلفهم الله بالشرع الشريف. ففي من الملائكة من تحضر الصلوات وتصلي، في من الملائكة من تؤمن خلف الإمام، في من الملائكة من تجاهد وتقاتل في سبيل الله. يبقى الملائكة مكلفون بالشرع الشريف بما يناسب خلقتهم. طبعا مش مكلفين بغسل الجنابة لأنهم لا يجنبون، لأنهم ليسوا لا يصاب بالذكورة ولا بالأنوث، لكن مكلفون بما يناسبهم في الشرع الشريف. فهم برضو النبي مرسل إليه. حكاية سهلة. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن الحسين البغدادي يقول سمعت ابا علي بن وصيف المؤدب يقول تكلم سهل بن عبد الله يوما في الذكر فقال ان الذاكر لله على الحقيقه لو هم ان يحيي الموت لفعل ومسح يده على عليل بين يديه فبرئ وقام. يعني ان الذكر لله على الحقيقه، يعني ايه على الحقيقه؟ يعني الذكر لله بالله، ادي اللي على الحقيقه. في ناحية تذكر الله بنفسها مش كده برضه؟ لكن في بقى يذكر الله بالله. فاللي بيذكر الله بالله اللي هي ايه؟ فبي ينطق وبي يسمع. الحديث كله يقول كده، فبي ينطق وبي يسمع. فلما يبقى بي ينطق يقول كن فيكون مش كده برضه؟ لو وصل الى هذه الدرجه هيقول كن. يسموه اهل التصريف. يبقى في من الاولياء يسموهم اهل التصريف اللي هم بيذكروا الله بالله، يذكر الله بالله.
سمعت أبا عبد الله الشيرازي يقول أخبرني علي بن إبراهيم بن أحمد قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسين بن عمر قال سمعت بشر بن الحارث يقول كان عمرو بن عتبة يصلي والغمام فوق رأسه والسباح حوله تحرك أذنابه. يعني لما كان يجي يصلي كده في الخلا في عز الشمس ما يطالع يبص يلاقي الغمام تظلله والسباع البريه تيجي تحرسه وتلف حواليه فرحانه بيه. واخد بالك؟ يعني تحرك اذنابها يعني فرحا، لان ايه عاده السباع انها ما تبقى فرحانه بحاجه تحرك ديلها. حتى الناس لما يجي يقول له انت ماشي بتهز ديلك ليه؟ ها؟ قال يعني سبع يعني وكانه شتم، لان اللي بيهز ديله حيوان. فكان هو بيقول له كده. فيعني الناس اصل ايه؟ في ناس لسانها يعني زفر شويه، فربنا يكفينا يعني الفحش والتفحش. وسمعته يقول سمعت ابا عبد الله بن مفلح يقول سمعت المغازلي يقول سمعت الجنيدي يقول كانت معي 4 دراهم فدخلت على السري وقلت هذه 4 دراهم حملتها اليك، فقال ابشر يا غلام بانك تفلح. كنت احتاج الى 4 دراهم فقلت اللهم ابعثها على يد من يفلح عندك. خلاص طلع دخله ابن اخته سيدنا الجنوب يقول له خد ال4 دراهم دول، فقال له ابشرك انك من المفلحين. وسمعته يقول حدثني ابراهيم بن احمد الطبري قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن يحيى قال حدثني ابي قال حدثني ابو ابراهيم اليماني قال خرجنا نسير على ساحل البحر مع ابراهيم بن ادهم فانتهينا الى غيضه. الغيضه اللي هي اشجار قصب، يعني اشجار كده طالعه. رحت الصعيد يقول لك هستخبى في القصب، يعني القصب تلاقيه هناك لانه مزروع كتير. فانتهينا الى غيضه، كانوا ماشيين على ساحل البحر، فايه وقفوا كده في حته مزروعه قصب كتيره فيها حطب يابس كثير وبالقرب منه حصن. فقلنا لابراهيم ابن ادهم لو اقمنا الليله ها هنا واوقدنا من هذا الحطب، الظاهر كان الدنيا شتاء، فقالوا من بات الليله دي هنا ويبقى عندنا الحطب نوقد ونتدفى وتبقى حاجه جميله. فقال افعلوا. فطلبنا النار من الحصن فاوقدنا، وكان معنا الخبز فاخرجنا ناكل. فقال واحد منا ما احسن هذا الجمر لو كان لنا لحم نشويه عليه. بيتمنى بقى عايز اكل لحمه. في برازيلي بيقول لك جاي في رمضان مبروك عليكم، في لحم برازيلي هيجي رخيص في رمضان ابشر. المهم لو كان لنا لحم نشويه عليه. فقال ابراهيم بن ادهم ان الله تعالى لقادر ان يطعمكموه. قال فبينا نحن كذلك اذا باسد يطرد إيلا، يعني بيقول لك تيس جبلي، يعني تيس من تيوس الجبل. الأسد قاعد يجري وراه يصطاده، فراح جت تيس عنده. فلما قرب منا وقع فاندقت عنقه، اتكسرت عنقه، لكن لسه في حياة عشان يصح أكله، فراح ذبحين. فقام إبراهيم بن آدم وقال اذبحوه، لأن يجوز ذبح إذا كان لي في حياة مستقرة. إذا كان في حياة مستقرة قبل حركة الذبيح، لو لحقت الذبيحة قبل حركة الذبيح وذبحتها، عارف حركة الذبيح اللي هي إيه؟ تلاقي كده لما بتذبح الخروف أو بال عندك في العيد الكبير، بتبص تلاقي بعد ما يذبحوه ينزل شوية يروح إيه هزز نفسه كده في الآخر وبعدين يسكت. فلو أنت لحقت الذبيحة قبل الحركة دي وذبحتها تحل، لكن لو وقع مثلا وجيت انت تذبحه وكان عمل الحركه دي بقى ميته ما تاكلوش. فهمت ازاي؟ فالمهم هم لحقوه قبل حركه الذبيح، لان دول فقهاء، دول مش هياكلوا ميته يعني. لكن طبعا ما كانوش هيقدروا يمسكوا التيس، فربنا خلاه يقع قدامهم وتندق عنقه عشان ما يعرفش يتحرك، يقوموا ايه يكسر لهم ذبح. فلما قرب منا وقع فاندقت عنقه. فقال ابراهيم بن ادهم وقال فقام ابراهيم بن ادم وقال اذبحوه. يبقى عرفت ان في ناس جاهله تقرا الحاجات دي، يقول لك شوف الاوليه بتاكل الميت، بتاكل المنخنقه والموقوذه والمترديه، وشوف اهو ومكتوبه في الرساله القشيريه. اوليه ايه دول؟ ما في عالم كده قاعد بقى ايه على الله توسط، لانه مش قاري باب اصلا الذبائح. لو قاري باب الذبائح يعرف ان يجوز قبل ايه حركه الذبيح اكل الذبيحه، لانه ضعيف العلم والأولية أعلى منهم. فالاعتراض على الأولية حرام يعني عيب. فقال أطعمكم الله، مبروك عليكم وربنا بعت لكم اللحم. فذبحناه وشوينا من لحمه والأسد واقف ينظر إلينا، اللي كان عايز يأكله وقف يحرسهم.
كأن ربنا بعت لهم الأسد يسوق إليهم هذا التيس يأكلونه ويقف يتفرج عليهم يحرسه. فدي رحمات كلها للأولياء. عايز لحمة خد لحمة، حكاية سهلة. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا القاسم عبد الله بن الشجري يقول، سمعت حامدا الأسود يقول، كنت مع إبراهيم الخواص في البادية 7 أيام على حالة واحدة، يعني كأنهم 7 أيام ما كانش خالص. فلما كان السابع ضعفت فجلست، فالتفت إلي وقال ما لك؟ فقلت ضعفت. فقال أيما أغلب عليك، الماء أو الطعام؟ أنت عطشان أكتر ولا جعان أكتر؟ طبعا الاثنين، ده 7 أيام، لكن معلش. فقلت الماء. فقال الماء وراءك كده، مية رباني ربنا تعالنا في الحال الوقتي ده، دي مش ما تمليش منها، دي ما تتمليش منها. سمعت أبا عبد الله بن عبد الله يقول، سمعت أبا عبد الله الدباس البغدادي يقول، سمعت فاطمة أخت أبي علي الرزباري تقول، سمعت زيتونة خادمة أبي الحسين النوري وكانت تخدمه وخدمت أبا حمزة والجنيد. زيتونة دي خدمت 3 أولياء، كل تخدم ولي ويموت وتروح خدمة ولي تاني، يا ربنا خليها كده تخدم الأولياء. وكانت تخدمه وخدمت أبا حمزة والجنيد. قالت كان يوم بارد فقلت للنوري أحمل إليك شيء؟ فقال نعم. فقلت ماذا تريد؟ قال خبز ولبن. فحملته وكان بين يديه فحم، يعني كان قاعد الظهر ليلة برد فبيوضب الفحم بإيده علشان يدفي نفسه وإيده كلها فحم. فبتقول أحمل إليك شيء تأكله؟ قال لها هاتيلي خبز ولبن. وكان يقلبها بيده، بيقلب الفحم يعني بيده، وقد اشتغلت يده، يعني ايده بقت كلها فحم، بقت يعني قذرة من الفحم. فاخذ يأكل الخبز واللبن ويسيل على يده وعليها سواد الفحم، حاجة قرف كده. فهي نفسها قرفت من المنظر ده. فقلت في نفسي ما اقدر اولياءك يا رب، ده في نفسها ده اولياءك كده بالقذارة كده يا رب، مستعجبة يعني، ما فيهم احد نظيف. قال فخرجت من عنده فتعلقت بامرأة وقالت سرقت لي رزمة ثياب وجروني الى الشرطة. يعني وهي خارجة ماشية كده من عنده في الطريق، بس تلاقيت واحدة طبقت على سخناها وقالت لها انت سرقتيني، وراح جرها على الاسم على البوليس. فاخبر النوري بذلك. لما النوري عرف ان قبضوا على الخادمة بتاعته فخرج وقال للشرطي لا تتعرضوا لها فإنها ولية من أولياء الله تعالى. فقال الشرطي كيف أصنع والمرأة تدعي؟ قال فجاءت جارية ومعها الرزمة المطلوبة. فاسترد النوري المرأة وقال لها تقولين بعد هذا ما أقدر أولياءك؟ قالت فقلت قد تبت إلى الله. كأن ربنا يعني عاقبها، عشان بقولك إن ممكن تروح. يعني إحنا مرة أحد الناس الطيبين اللي أعرفهم كان في ولي في الشرعية، فالكلام ده في الستينيات، حكى لي قصة أنا لم أحضر. فالمهم خد معه واحد صديق وقال له أنا هعرفك براجل ولي صالح يعني من أهل الله. فلما راح كان الولي بياكل ملوخية، فالملوخية مغرقة شنبه ودقنه، فما قال له إيه يا عم الأولية اللي قاعدين طول النهار ياكلوا ملوخية دول يا عم، وما رضاش إيه، فما انتفعش بيه. أو فكرني أنا القصة بتاعت الراجل بتاع الملوخية دي، فكرتني بزيتونة دي. فربنا ينجينا يا سيدي. سمعت محمد بن عبد الله الشيرازي يقول، سمعت محمد بن فارس الفارسي يقول، سمعت أبا الحسن خيرا النساج يقول، سمعت الخواص يقول عطشت في بعض أسفاري وسقطت من العطش، فإذا أنا بماء رش علي على وجهي، ففتحت عيني فإذا برجل حسن الوجه راكب دابة شهباء، فسقاني الماء وقال كن رديفي، قال له اركب ورايا يعني، وكنت بالحجاز، فما لبثت إلا يسيرا، فقال لي ما ترى؟ فقلت أرى المدينة، يعني خطوتين بقى في المدينة. إحنا الوقت بنركب الأوتوبيس في الحج عشان نروح المدينة نقعد 9 ساعات، والناس تنزل متكسحة مش عارفة تقف، وبالأوتوبيسات ربنا يسر، ودول إيه خطوتين وربنا طوى لهم الأرض. في ناس يقول لك يا اخي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر قعد 10 ايام، يا اخي هيبقى افضل من رسول الله؟ طب ليه تفصل في الهجره؟ رسول الله في الهجره
اراد ربنا سبحانه وتعالى انه يمشي ده كله عشان يعرف ويشتهر خبره، اراد يمشي عشان يشتهر خبره وعشان تتشرف الارض به وعشان يتأسى المهاجرين به. لكن لما اراد يبين لك كرامته عمل له الاسراء والمعراج قبلها، طوى له الارض والسماوات. عايز ايه انت؟ ده الحكاية سهلة. فقال انزل واقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. لما الراجل جاء فوقه وركبه ووصله قال له انزل اديك في المدينة سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل اخوك الخضر يقرئك السلام. يبقى دي اشارة انه نبي، مش كده برضو؟ لان احنا في خلاف بين العلماء بقى على نبوة الخضر او على ولايته، هل هو ولي ولا نبي؟ ايه اللي هو الخضر؟ خضر سيدنا موسى. ممكن تقول عليه الخضر وتقول الخضر، يجوز الاثنين لغة، واخد بالك؟ الخضر والخضر يجوز لغة. والراجح انه نبي، الراجح انه نبي وليس ولي. قلنا ليه الراجح انه ولي نبي؟ لانه قتل الغلام، والولي لا يقتل بالالهام، لان الالهام قد يخطئ، مش كده برضو؟ لكن لا يقتل الا بوحي، والوحي لا يخطئ. فطالما قتل الغلام يبقى يوحى اليه، لان الولي حتى لو ألهم بقتل انسان ما يقتلوش، لان الالهام قد يخطئ. لكن النبي لما بيجيله الوحي ينفذ على طول. سيدنا ابراهيم شاب يقتل يذبح ابنه قام يذبح، مش كده برضو؟ يبقى دليل نبوته قتل الغلام وايه وتخريب السفينة، لان برضو ما يخربش مال المسلمين الا بوحي، مش لمجرد كده يعني تشهي او لمجرد ان تهيأ له حاجة، لا مش كده برضو؟ يعني كل هذه الاشياء تدل على نبوته والله اعلم. لكن على اي حال في نبوته خلاف. وسمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول قال ابو الحديد سمعت المظفر الجصاص يقول كنت انا ونصر الخراط ليلة في موضع فتذاكرنا شيئا من العلم، فقال الخراط ان الذاكر لله تعالى فائدته في اول ذكره ان يعلم ان الله تعالى ذكره، فبذكر الله تعالى ذكره. قال فخالفته، فقال لو كان الخضر عليه السلام ها هنا لشهد بالصحابة. يعني اختلفوا مع بعض، قال ان اول حاجة للذاكر يعرفها انه ربنا هو الذي ذكره اولا فذكره، ثانيا الولي. يعني لابد ان ربنا يذكره الاول حتى زي ايه تاب عليهم ليتوبوا، مش كده برضو؟ تاب عليهم ليتوبوا. فالتاني اختلف معاه قال له لا، ده هو لما بيذكر ربنا ربنا يذكر، واذكروني اذكركم، متشبثا بظاهر الآية واذكروني اذكركم. يعني حصل خلاف بين ايه الاثنين مع بعضهم. يبقى الاولياء ممكن يختلفوا في بعض الفروع اهو، فاش حاجة مش مشكلة يعني. فقال لو كان الخضر عليه السلام ها هنا لشهد بصحته. قال فاذا نحن بشيخ يجيء بين السماء والارض حتى بلغ الينا وسلم وقال صدق الذاكر لله تعالى بفضل ذكر الله تعالى له ذكره، فعلمنا انه الخضر عليه السلام. يبقى دي كلها اكرام او كرامات، ان حتى لما يختلفوا يطلبوا حاجة ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني يحكم لهم في الحال ويبعت لهم ما تمنوا في الحال. زي سيدنا الشعراني عبد الوهاب الشعراني كان قاعد على سطوح بيته في باب الشعرية، قال كده في احد كتبه، وبيقول ان هو قاعد يتفكر ليه المسلمين اختلفوا مذاهب شتى في الفروع مع ان القرآن واحد والسنة واحدة واللغة العربية معروفة حدودها كلامها معروفه، طب وليه اختلفوا مذاهب شتى بهذه الصورة؟ فبقى قاعد كده يعني حوار بينه وبين نفسه، فبص لقى ظهر له سيدنا الخضر على سطوح بيته، وراح سلم عليه وراح رسم له دايرة على الأرض كده وكأنها شمس أو عين ماء، وعمل له فروع كده، واخد بالك؟ قال هذا هو الشرع الشريف وهذه هي المذاهب، وراح ماشي حلله المشكلة. يعني كأنه بيقول له وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم. فالحكاية سهلة. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول جاء رجل إلى سهل بن عبد الله وقال إن الناس يقولون إنك تمشي على الماء، فقال صل مؤذن المحلة فإنه رجل صالح لا يكذب. قال فسألته فقال المؤذن لا أدري هذا، ولكنه كان في بعض هذه الأيام نزل الحوض ليتطهر فوقع في الماء، فلو لم أكن أنا لبقي فيه.
يعني سيدنا سهل بن عبد الله بيقول له ده طالع عليك إشاعة يا عم، الناس بيقولوا عليك انك تمشي في المية. قال له والله روح اسأل بقى المؤذن بتاع المنطقة دي، لان المؤذن ده لقى مرة غرقان في شبر مية فانقذ علشان يخفي حاله. يعني دليل ان ربنا يكرمهم احيانا واحيانا يعاملهم معاملة سائر الناس وهو مش عايز يشتهر. فراح دله للي ما شافوش في الكرامة عشان يثبت له انه لا يسير على الماء. قال له روح اسأل المؤذن ده راجل صالح ما يكذبش، علشان كان ايه، كان مرة انقذه من شبر مية كان هيتكعبل فيه. فلما راح للمؤذن قال له والله انا ما اعرفش الكلام ده، انا كل اللي اعرفه انه نزل يتوضى مرة لقيته هيغرق نزلت جبته. فتقول لي يمشي على الماء ايه بس، فايه يبقى دول بيستروا حالهم. وقال الاستاذ ابا علي الدقاق ان سهلا كان بتلك الحالة التي وصف بها، ولكن الله سبحانه يريد ان يستر اولياءه، فادرى ما وقع من حديث المؤذن والحوض سترا لحال سهل، وسهل كان صاحب الكرامات. وفي قريب من هذا المعنى ما حكي عن ابي عثمان المغربي قال رأيته بخط ابي الحسين الجرجاني قال اردت مرة ان امضي الى مصر، فخطر لي ان اركب السفينة، ثم خطر ببالي اني اعرف هناك فخفت الشهرة، فمر المركب فبدا لي، فمشيت على الماء ولحقت بالمركب ودخلت السفينة. يعني مشي على المية، هو فكر ايه يروح مصر وبعدين هو واقف على شط البحر كده عشان تيجي السفينة تاخده، قال بس انا الناس هشتهر هناك في مصر بقى والناس تتلم عليا وهيشغلوني بلاش. فراحت السفينة ماشي، وبعد شوية خطر لا انا اروح، فمش هيلحق السفينة، فراح مشي على المية لحد ما ركب السفينة، والناس ينظرون ولم يقل احد ان هذا ناقد للعادة او غير ناقد. فعرفت ان الولي مستور وان كان مشهورا. لما خاف الشهرة مشي على المية ولحق السفينة والناس باصين ومش شايفينه عشان ربنا يستر حاله، وإلا بقى هيتلموا عليه في السفينة ويجيبوه في CNN ومواقف وطرائف ويصوروه وياخدوا معاه حديث ويجيبوا معاه المذيعة، هتبقى شغلانة بقى، هتبقى موال. وهو ربنا بقى بيستر أولياءه علشان يحافظ عليهم ما يشغلهمش فيما لا طائل. ومما شاهدنا من أحوال الأستاذ أبي علي الدقاق رضي الله عنه معاينة أنه كان به علة حرقة البول. سيدنا أبي علي الدقاق كان شيخ المصنف اللي هو الأستاذ عبد الكريم القشيري شيخه، وكان حماه لأنه كان متزوج بنته. فبيقول أنه كان عنده حرقة البول، يعني عنده إيه؟ كثرة التبول، يعني باستمرار كل شوية يروح يتبول رايح جاي. يعني البول بيجيله يحصره كتير قوي. وكان يقوم في ساعة غير مرة، في الساعة الواحدة يقوم أكثر من مرة يتبول. حتى كان يجدد الوضوء غير مرة لركعتي فرض، عشان يصلي ركعتين فرض بس يتوضى ويصلي السنة ويروح تاني يتبول ويتوضى ويصلي الفرض. يعني ما يقدرش يستنى. وكان يحمل معه قارورة في طريق المجلس، وهو كمان رايح كده في الطريق علشان يدي درس علم معاه قارورة عشان لما يتبول يتبول فيه، علشان يحصره حتى الطريق البول في الطريق، يعني دليل انه عنده الازمة دي. وربما كان يحتاج اليها في الطريق مرات ذاهبا وجائيا. وكان اذا قعد على رأس الكرسي بقى يدي الدرس لا يحتاج الى طهارة ولا يمتد المجلس به المجلس زمنا طويلا. دي كرامة بقى، هو من غير ما يدي الدرس طول النهار رايح جاي على ايه يتبول، يجي يقعد يدي الدرس ساعة واثنين وثلاثة ما يحتاجش يتبول، فدي كرامة كبيرة. وكنا نعين ذلك منه سنين، ولم يقع لنا في حياتي ان هذا شيء ناقض للعادة، وانما وقع لي هذا وفتح علي علمه بعد وفاته. يعني بيقول احنا ما لاحظناش ان الحكاية دي ناقضة لعادته طول ما هو عايش عاد او بيدي الدرس وخلاص، وبعد الدرس رايح جاي على دكتور المال، لما مات قلنا الله حاجة غريبة اوي، دي كانت كرامة كبيرة اوي احنا ما كناش ملاحظينها. زي الشيخ محمد الحافظ الدجان، انا حضرت له في الزاوية التجانية سنة 76 إلى 78 سنتين، كنا نقرأ عليه موطأ الإمام مالك يوم الجمعة. الشيخ محمد الحافظ التجاني في أيامه الأخيرة كان لا يسير إلا بمساعدة اثنين، واحد الجنب ده وواحد الجنب ده، حتى لدرجة إن يدخلوا معاه يتوضى، ما يقدرش يبقى في الحمام لوحده إلى هذه الدرجة. وكان لما يجي وقت صلاة العشاء كنا بنقرأ الموطأ بعد صلاة العشاء، فكان يجي يصلي العشاء جنبنا. يجوا الاثنين دول الموكلين بخدمة الشيخ يسندوا الشيخ يوقفوه جنبنا ويقفوا جنبه يصلي الاربع ركعات يقوم ويقف لوحده.
ويخلص الصلاة يعمل ايديه كده يقوموه. طب ما انت كنت لسه من لحظة قعدنا السنتين يصلي معانا العشاء وهو بالطريقة دي واحنا مش ملاحظين الكرامة دي، لحد ما مات. وبعدين واحنا قاعدين مرة بنتناقش في فضائل الشيخ فواحد لفت انتباهنا قال انتوا ما كنتوش ملاحظين ان الشيخ محمد الحافظ كان يصلي العشاء قائم قاعد من غير مساعدة، واول ما يسلم ما يقدرش يقوم. قلنا اه والله دي كرامة، هي دي عاملة زي ايه؟ كرامة سيدنا ابو علي الدقاق اللي عايشين معاه مش ملاحظينها، وبعد ما مات قالوا ايه ده؟ دي كانت كرامة كبيرة قوي. فممكن يعني تبقى في كرامات للاولياء هادئة كده، يعني مش كل واحد يلاحظ، تبقى حاجة هادية. وبعدين بعد كده ربنا يكرمك وتعرف، وربنا ينفعنا بهم وببركتهم. وفي قريب من هذا ما يحكى عن سهل بن عبد الله انه كان قد اصابته زمانة في اخر عمره، يعني كان سيدنا سهل بن عبد الله لما كبر جاله شيخوخة، فبقى عنده ضعف في الحركة وما يقدرش يتحرك ويقف ويمشي بسهولة، فكان ترد عليه القوة في اوقات الفرض فيصلي قائما، تجيله القوة بس وقت الفرض، بعد ما خلص الفرض يرجع تاني ايه لامراض الشيخوخة اللي كان فيه. ومن المشهور ان عبد الله الوزان كان مقعدا وكان في السماع اذا ظهر به وجد يقوم ويستمع. عبد الله الوزان كان مقعد يعني كان مسلول، وكان اما يسمع حاجة تهزه ويحصل له وجد، يعني نوع من ايه من الاندماج الشديد والغياب عن الوعي في المذكور، لان السماع بيذكره بالمذكور، فكان تبص لايه يروح قايم يتحرك من شدة الوجد وهو اصلا مقعد، واول ما يروح ما بيه من وجد يرجع تاني مقعد كما كان. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول حدثنا ابراهيم بن محمد المالكي قال حدثنا يوسف بن احمد البغدادي قال حدثنا احمد بن ابي الحوار قال حججت انا وابو سليمان الداراني فبينا نحن نسير اذ سقطت السطيحة مني اللي هي القربة يعني، فقلت لابي سليمان فقدت السطيحة يعني القربة، القربة وقعت منهم وهم ماشيين في ايه في الصحراء، فلما جم عطشانين بيدوروا عليها ما لقوهاش، قال له الظاهر وقعت. وبقينا بلا ماء وكان برد شديد، فقال ابو سليمان يا رب الضالة ويا هاديا من الضلالة اردد علينا الضالة، فاذا واحد ينادي من ذهبت له صفيحة من ذهبت بمجرد ما دعا. قال فقلت انا فاخذتها، فبينا نحن نسير وقد تدرعنا بالفراء من شدة البرد، كان برد شديد وكانوا ملفوفين بالفرو، فاذا نحن بانسان عليه تمران وهو يترشى عرقا، هم برددين وملفوفين بالتاع، بس اللي واحد ماشي عليه ثياب خلقة وماشي عرقان حران. فقال ابو سليمان تعالى ندفع اليك شيئا مما علينا من الثياب نغطيك يعني بحاجة. فقال يا ابا سليمان اتشير الي بالزهد وانت تجد البرد؟ انا اسيح في هذه البرية منذ 30 سنة ما انتفضت ولا ارتعدت، يلبسني الله في البرد فيحا من محبته ويلبسني في الصيف مذاق برد محبته. ومر كان سيدنا علي كده، سيدنا علي بن ابي طالب كان يلبس الصوف في عز الحر لا يجد حر، ويلبس القميص في عز البرد لا يجد برد، كان معروف عن سيدنا علي كده. وسيدنا ابو حذيفه بن اليمان لما في غزوه الخندق لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ياتيني خبر القوم في ليله مظلمه بعد العشاء فيش فيها قمر، فكل الصحابه طبعا خايفين مين هيروح بقى في وسط جيش العدو في الضلمه دي في البرد الشديد ده ويجيب له اخبار اللي محاصرين 12,000 جندي مدججين بالسلاح حوالين المدينه، والرسول صلى الله عليه وسلم عايز واحد يروح يجيب له خبرهم بيفكروا في ايه من غير ما يحدث فيهم شيء من غير ما يعرفوا. الدنيا ثلج برد شديد وخوف ورعب، وعرض على الصحابه وفي وسط الصحابه مين؟ كل الشجعان ولا واحد قال انا. فقال اين حذيفه بن اليمان؟ فجاء للرسول وهو يترعش برد وخوف، فقام قال له اذهب يا حذيفه وضرب على صدره وقال لا تجد بردا ان شاء الله. فبيقول ذهب ما بي من برد في الحال كده، لحد ما راح وعرف خبر القوم وقعد معاهم، ليه قصه مشهوره حتى ابو سفيان من دعائه كان مازال على الكفر، كان هو قائد الاحزاب الكفار، لما قعدوا كده حلقه الجيش يعملوا اجتماع بالليل بعد العشاء في الظلمه وكان معاهم سيدنا حذيفه قاعد في وسط الجيش كانه منهم، الدنيا ضلمه ما حدش شايف اللي حواليه، فقام سيدنا ابي سفيان
هو سيدنا باعتبار انه اسلم بعد كده، لكن ساعتها ما كانش سيدنا ولا حاجة. لكن هو ايه، فبيقول ايه، عاملين اجتماع كده بيناقشوا المسألة، فبيقول قبل ان نتكلم كل واحد يعرف من بجواره. الله، اتفقش قاعد سيدنا حذيفة، ام سيدنا حذيفة من ذكائه قال اللي جنبه التانيين، قال له كذا، قال له انت مين، قال له كذا، فراح ساكت. فالتانيين ما خطرش بالهم يسألوه، وفضل قاعدين. دي ذكاء الصحابة، لان الرسول قال له لا تحدث شيئا، وبعدين عرف منهم الاخبار بيقولوا ايه، وراح راجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد انه وصل لرسول الله رجع يترعش، لانه قال له لا تجد بردا في الرحلة دي بس، وبعد كده رجع تاني ارتعد كما كان. لكن سيدنا علي كان عادي، صيفا وشتاء لا يجد بردا، وكان يلبس الصوف في عز الصيف والناس كلها حرانة وعايزة تقلع كل هدومها، وهو عادي كأنه في تكييف. وعشان كده حتى الصوفية لبسوا الصوف بعد كده، لأن سيدنا علي كان بيلبس الصوف، يعني اشتهر هذا عنهم يعني. فانت ما تقلقش، اصل في ناس يجي يقص الحاجات دي يقول لك يا اخي الصحابة ما حصل لهمش كده، هم دول افضل من الصحابة. لا، يعني انت قريت كل حاجة عن الصحابة. الصحابة كان وجود النبي معهم يعني طافي انوارهم، لان نور النبي مغطي كل الانوار. ثانيا هم ما بيتكلموش على انفسهم كثيرا. ثالثا انت لم تقرأ كل ما حدث لهم. رابعا هم لم يقولوا كل ما حدث لهم. يبقى انت يعني ازاي انت تدعي ان ما حصلش للصحابة، يعني انت كنت عايش معاهم وعملت استقراء عام، ده انت ما تعرفش من الصحابة من حيث الاسماء فقط الا 13,000، وصحابة النبي 124,000. يعني انت ما تعرفش من الصحابة اسماء الا 13,000، وما تعرفش سيرة من 13,000 الا 9,000. يعني في 4,000 ما تعرفش سيرتهم، مجرد اسم بس، مجرد اسم ان له صحبة. تعرف عنه حاجة، ده متجوز مين ولا خلف مين ولا كان بيعمل ايه ولا مات فين، تعرفش حاجة عنه الا اسمه. يعني حتى اللي تعرفهم والـ9,000 اللي تعرف سيرتهم بالتفصيل منهم حوالي 200، والباقي يدوب كلمتين، حضر غزوة كذا، تولى مثلا جباية الخراب من كذا، مات مش عارف سنة كذا، وخلاص تعرفش عنهم حاجة. فمنين بقى تقول ما حصلش للصحابة مش عارف ايه، عشان تعرف بس الادعاءات الغريبة اللي بتتقال دي. وسمعته يقول سمعت أبا بكر محمد بن علي التكريتي يقول سمعت محمد بن علي الكتاني بمكة يقول سمعت الخواص يقول كنت في البادية مرة فسرت في وسط النهار فوصلت إلى شجرة وبالقرب منها ماء فنزلت فإذا بسبع عظيم أقبل فاستسلمت. خلاص بقى سبع جيله حياكله في الصحراء. السبع اللي في الصحراء ده يعني أسد بقاله أيام ماشي بيدور على حاجة يأكلها، ميت من جوع يعني، خلاص بقى. فلما قرب مني إذا هو يعرج، لقى الأسد بيعرج عيان، فحمحم وبرك بين يدي ووضع يده في حجري، يعني اداله إيده كده، ده كان إيده مدحسة فيها خراج، داخلة فيها شوكة وعاملة خراج، والأسد مش قادر. فلقى بني آدم محترم كده طيب، فراح الأسد نام له وعمل له إيده كده ووضع يده في حجري، فنظرت فإذا يده منتفخة فيها قيح ودم، فأخذت خشبة وشققت الموضع الذي فيه القيح وشددت على يدي خرقة ومضى، عمل له جراحة يعني، طبيب بطل ما يدرش حد، ومضى. فإذا أنا به بعد ساعة ومعه شبلان يبصبصان لي وحمل إلي رغيفا، جايب له هدية بقى رغيف يأكله، وجايب ولاده معاه ايه فرحانين بيه وبيلفوا حواليه بيرقصوا له. وسمعته يقول حدثنا احمد، يبقى ده بيبين لك اولا توكل الولي وان هو لا يخاف شيء، لان لو انت كنت مكانه كان قلبك وقف اصلا، كل ما الاسد يقرب لك كل ما قلبك يا خلاص لحد ما يقرب لك يغمى عليك، بعد ما يغمى عليك مش هتعمل له الجراحة، يتغاظ منك ياكلك. هو جاي اصلا يتعالج، والاكفة تحل عيادة في الصحراء وقاعد له تحت شجر. فربنا يثبت قلوبنا. وسيدنا سفينة، سيدنا سفينة الصحابي وهو رايح لليمن برسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، ضل الطريق فطلع عليه سبع برضه في الصحراء، قال له انا رسول الله، ضل عني الطريق، دلني على الطريق، بيكلم السبع كده بالعرب. فراح السبع سايبه ومشي قدامه لحد ما دله على الطريق وراح سايبه ومشي. يعني حصل للصحابة مثل هذا وقرأناها عنهم. سيدنا عمر بن الخطاب بعت جواب لنيل مصر، بعت جواب
لنيل مصر كتب خطاب لما سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر وحصل ان الفيضان مجاش والنيل جفاف شديد، قعد مدة جفاف، وكان عند اهل مصر بيقولوا ان لازم النيل ده ترميله عروسة كل سنة وإلا مش هيصيد. فجاء سيدنا عمرو بن العاص قال لهم بطلوا الخرافات بتاعتكم دي، عروسة ايه؟ احنا ربنا اللي بيرزقنا. فبطلوا يرموا العروسة، فبطل يجي النيل. اهل مصر مش قلنا لك، مش قلنا لك، وقاعدين بقى ايه شمتانين. فراح سيدنا عمرو بن العاص بعت لسيدنا عمر بن الخطاب قال له انا في ازمه، اهل مصر دول عالم يعني عايشين في اوهام واساطير، وبعدين النيل بطل يجيب واكلين وشي كل شويه يقولوا اعملوا اعملوا. فراح سيدنا عمر بن الخطاب بعت رساله لنيل مصر، ان كنت تجري باذنك فلا تجري، خدي بالك اسلحه فاسده، ربنا ينجي، بلاش كده، بلاش ما تقعديش على الاسلحه الفاسده. فراح كاتب ان كنت تجري باذنك فلا تجري وان كنت تجري باذن الله فاجري. قال له ارمي الرساله دي في النيل، رمى الرساله دي في النيل ففاض. يعني الصحابه كان لهم احوال ما تخطرش في بالك اصلا. ليه؟ لان توكلهم على الله. طبعا لو سمعوا الحكايه دي هيعملوا لنا برنامج في الفضائيات ويقول لك ايه بيثيروا التخاريف في الازهر الشريف، وبيقولوا الناس بتمشي على الميه وبيبعتوا جوابات للنيل وشغلانه، خليهم يقعدوا ياكلوا، هنعمل لهم ايه؟ ربنا يصلح حالهم، ربنا يبعدهم عنا ويبعدنا عنهم. وسمعته يقول حدثنا احمد بن علي السائح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مطرف قال حدثنا محمد بن الحسين العسقلاني قال حدثنا احمد بن ابي الحوار قال اشتكى محمد بن السماك فاخذنا ماءه وانطلقنا به الى الطبيب وكان نصرانيا. يعني محمد بن السماك جاله زي ما تقول حرقان في البول، فراحوا خدوا الماء بتاعه يعني بوله لراجل طبيب نصراني حل البول. كويس، ما هم بيحللوا البول ويحرموا ايه؟ بيحرموا الخمر، مش كده برضه؟ فالمهم فراحوا ايه للراجل يحلل لهم البول. قال فبينا نحن نسير بين الحيرة والكوفة استقبلنا رجل حسن الوجه طيب الرائحة نقي الثوب، فقال لنا إلى أين تريدان؟ فقلنا نريد فلانا للطبيب نريه ماء ابن السماك. فقال سبحان الله، تستعينون على ولي الله بعدو الله؟ اضربوا به الأرض وارجعوا إلى ابن السماك وقولوا له ضع يدك على موضع الوجع وقل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ثم غاب عنا فلم نره، فرجعنا إلى ابن السماك فأخبرناه بذلك، فوضع يده على موضع الوجع وقال ما قال الرجل، فأوفي في الوقت يعني في الحال. فقال كان ذلك الخضر عليه السلام. وسمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الرحمن بن محمد الصوفي يقول سمعت علي البسطامي يقول كنا قعودا في مجلس أبي يزيد البسطامي فقال قوموا بنا نستقبل وليا من أولياء الله تعالى، فقمنا معه. فلما بلغنا الدرب فإذا إبراهيم بن شيبة الهروي، فقال له أبو يزيد وقع في خاطري أن أستقبلك وأشفع لك إلى ربي. فقال إبراهيم بن شيبة ولو شفعت في جميع الخلق لم يكن بكثير، إنما هم قطعة طين. فتحير أبو يزيد من جوابه. قال الأستاذ، قال له يعني لو شفعت يعني لو دعوت لكل الخلق مش كتير على رحمة ربنا، رحمة وسعت كل شيء، كل شوية طين، إيه المشكلة يعني؟ فإيه تحير أبو يزيد من جوابه. قال الأستاذ وكرامة إبراهيم في استصغار ذلك أتم من كرامة أبي يزيد فيما حصل له من الفراسة وصدق له من الحالة في باب الشفاعة وصدق له من الحالة في باب الشفاعة. يعني بيبين لك أن من ضمن كرامات الأولياء الفراسة، قاعد في المجلس بتاعه ولا في محمول ولا اتصال ولا ايميل ولا اي طريقة من الاتصال، فقال لهم ايه انا وقع في قدري اخرج اقابل احد اولياء الله، فخرج تقابل ايه هذا الولي اللي هو سيدنا ابراهيم بن شيبة الهروي مقدم عليه. يبقى صدقت فراستهم، دي اول كرامة له. وبعدين لما قال له انا وقع في قلبي استقبلك واشفع لك عند ربي، يعني ادعو لك، اشفع لك يعني ادعو لك، فقال له يعني تشفع ليا؟ ده انت لو شفعت في الخلق اجمعين ليس ذلك بكثير على الله، لان رحمته واسعه
انما نحن جميعا قطعة طين. فبيقول لك ان استصغار هذا منه بجانب رحمة الله اكثر كرامة من فراسة الاول. ده تعليق الاستاذ اللي هو المصنف اللي هو عبد الكريم القشيري. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت ابا بكر الرازي يقول، سمعت يوسف بن الحسين يقول، سمعت ذنون المصري يقول، وقد سأله سالم المغربي عن اصل توبته. بيسأله ذنون المصري، انت ايه اللي خلاك بدأت تبقى من اهل الله كده بعد ما كنت من اهل الدنيا؟ فقال: خرجت من مصر الى بعض القرى فنمت في الطريق، ثم انتبهت وفتحت عيني فاذا انا بقنبرة عمياء سقطت من شجر على الارض. يعني وهو نايم كده بص لقى طائر اعمى صغير كده وقع من العش من فوق الشجرة وقع على الارض اعمى، فانشقت الارض فخرج منها سكرجتان، احداهما من ذهب والاخرى من فضة، وفي احداهما سمسم وفي الاخر ماء، وفي الاخرى ماء ورد، فاكلت من هذه وشربت من هذه. يعني بس لا، لما وقعت الطائر ايه الاعمى ده ربنا خرج له سكرجة، يعني زي ما تقول طبق صغير، طبق صغير سموه سكرجة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: لم يأكل فيه سكرجة قط. الحديث الترمذي في الشمائل. السكرجة الوقت بنحطها بنحط فيها السلطة، تملي تحط طبق صغيرة كده، سلطات كتير طبق صغيرة. فالنبي لم يأكل سلطة قط، مشهيات يسموه المشهيات. فالحديث يقول لك: لم يأكل النبي في سكرجة قط صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش مشهيات أبدا. كان لما يجوع يأكل، ولما يأكل ما يشبعش، ويأكل من صنف واحد وخلاص وتنه آي. مش زينا الأول نأكل حاجة مشهية، وبعدين نأكل الطبق الأساسي، وبعدين الطبق اللي مش أساسي، والطبق الغير رئيسي، والطبق المساعد، وبعد ما نخلص فين الفاكهة، وبعد الفاكهة الحلو فين الحلو الشاي، وبعدين ينوق على المستشفى يعملوا غسيل معدة. ما ينفعش كده، هون على نفسك، كفاية فجعة. دلوقتي الناس بقت تخن كده، يجي يحب ومش عارف يمشي، قاعد مستني الأتوبيس مكسح، ليه كرش قدامه كده؟ ما ينفعش. الصحابة كانوا كده، أهو حاجة جميلة. كان الواحد منهم يركب الفرس والفرس ماشي ينط عليه، لأنهم عندهم رشاقة. إنما أنت دلوقتي مش عارف تركب أصلا الأتوبيس، مش عارف ترفع رجلك تركب الأتوبيس. ليه؟ بتاكل ثلاث مرات، ولما بتاكل بتشبع، وبين المرات والمرات بتاكل حاجات تانية. والشغلان طول ما أنت ماشي قاعد شغال بقك ما بيبطلش. الرحمة حلوة. وفي الآخر يقول لك: وإحنا لاقيين ناكل. ما بيقولش الحمد لله، مش ده اللي بيحصل؟ ربنا ينجي. المهم سيدنا ذنون المصري شاف ايه لما لقى الطائر الاعمى ده وقع، ربنا خرج له ايه مسقة ذهب صغيرة كده سماها سكرجة، واحدة فيها سمسم والتانية فيها مية، مش مية عادية، مية ورد كمان، يعني بينعنشه. فراح الطائر بقى ياكل من السمسم ويشرب من مية الورد. فقال: اذا كان ربنا كده يكفي عباده، انا الان ليه بقى ومأمل في الدنيا كتير؟ فخرج تائبا الى الله، مستعينا بالله، متوكلا على الله. يبقى ربنا اداله الايه دي علشان يتعلم ترك الاسباب، لانه كان متعلقا بالاسباب. فهمت بقى المساله؟ وقيل اصاب عبد الواحد بن زيد فالج، فالج يعني شلل، يعني جاله شلل. فدخل وقت الصلاه واحتاج الى الوضوء، فقال: من ها هنا؟ فلم يجبه احد، الظاهر قاعد في اوضه لوحده وعنده شلل وجاء وقت الصلاه، فبيقول: مين هنا عشان حد يوضيه يجيب له ميه؟ فما حدش جاوب له. فخاف فوت الوقت، فقال: يا رب احللني من وثاقي حتى اقضي طهارتي، ثم شانك وامرك، واعمل بعد كده في اللي انت تعمله. قال فصح حتى اكمل طهارته، ثم عاد الى فراشه وصار كما كان. يعني كان انا لو مكانه كنت اقول احللني من وثاقي ما دمت حيا حتى استطيع ان اصلي، لكن هو اختار، فربنا اداله اختيار. قال له: بس احللني من وثاقي، اقوم اتوضا واصلي وبعد كده اعمل فيها اللي تعمله. فرجع تاني زي ما كان، مش كده برضه؟ فالواحد اما يتمنى على الله يتمنى من واسع، ما يضيقش على نفسه، ما يضيقش على نفسه. واحده قريبتنا كانت متجوزه وعندها عيال صغيره لسه كده مولودين، وجوزها عيا شديد، قالت: يا رب بس بارك لي فيه كده حتى ما العيال تكبر وادخلهم المدرسه. سبحان الله، الراجل خف
والعيال كبروا دخلوا المدرسة وراح مات. طب ليه ما تقولي لحد ما نجوزه؟ ما تقولي تموتي قبله وتستريحي من الدنيا مثلا؟ يعني الواحد ما يختارش من الله الا كل خير يوسع، لان ربنا واسع كريم. انت ليه تضيق؟ عشان كده الواحد يخاف من الاختيار، الواحد يخاف من الاختيار. انت تقول عافيتك اوسع لي، رحمتك ارجع عندي من عملي. حلو كلام النبي، حلو، عافيتك اوسع لي ورحمتك ارجع عندي من عملي، وخلاص وسيب نفسك. وقال ابو ايوب الحمال: كان ابو عبد الله الديلمي اذا نزل منزلا في سفر عمد الى حماره وقال في اذنه: كنت اريد ان اشدك فالان لا اشدك، وارسلك في هذه الصحراء لتأكل الكلأ، فاذا اردنا الرحيل فتعال، فاذا كان وقت الرحيل يأتي الحمار. ده الحمار بتاعه كان يعني سهيمه، اما يجي يوصل مشوار يقول انا كنت عايز اربطك بس انا مش هربطك، روح كده ادفع كده وكل اللي تاكله، وبعدين ابقى تعالى تاني علشان ايه هنمشي احنا النهارده بعد المغرب، تجي لي بعد المغرب. انا بقول لك اهو، يوم يتفق معاه الميعاد الحمار يجي له في الميعاد. ده مش حمار بقى، ده حاجه تانية. وقيل زوج ابو عبد الله وقيل زوج ابو عبد الله الديلمي ابنته واحتاج الى ان يجهزها به واحتاج الى ما يجهزها به، كان احتاج اموال عشان يجهز بنته بيجوزها، وكان له ثوب يخرج به كل وقت فيشترى بدينار. يعني كان راجل نساج، يعني ينسج الثوب وياخده يبيعه كل يوم بدينار، الثوب اللي بينسجه. فخرج له ثوب، فنسج ثوب كده واخده في طريقه عشان يبيعه كالعادة. فقال له البياع: ايه ده، ده مش زي كل نوع، ده نوع قيم قوي، ده مش زي بتاع امبارح ولا اول ولا اول اول، ده حاجه تانية. هو متعود يديهوله ياخد دينار، قام البياع نفسه اللي عرضه عليه يقول له: لا ده مش زي بتاع امبارح، لا دي حاجه تانية، ده يساوي اكتر من دينار. فراح عمل عليه مزاد في السوق، فلم يزالوا يزيدون في ثمنه حتى بلغ 100 دينار، فخد ال 100 دينار جاهز بنته. قالوا الظاهر بقى طلع النسيج بتاعه ربنا بارك له فيه، قالوا: لا ده صوف اصلي، ده صوف مش عارف مش مغشوش، ده صوف داخل فيه مش عارف ايه، ده حاجه داخله فيها مش عارف خيوط ايه. موال بقى، هو مش عارف، هو بيعمله زي كل يوم، لكن ربك سبحانه وتعالى بقى يعني يكرم من شاء بما شاء. وقال النضر ابن شميل: ابتعت ازارا فوجدته قصيرا، يعني اشترى، ابتعت يعني اشتريت ازارا، الازار اللي هو بيستر ايه النصف السفلي من الجسد، فلقاه قصير كده مش مغطي ركبته وعايز يصلي فيه، لانه ما كانوش بيقيسوا الثوب عند الراجل، فالظاهر ايه طلع قصير شويه او على قد فلوس. قال له: بكام ده؟ قال له: بدرهم. هو معهوش الا درهم، وده ثوب كده بيلبسه وهو قاعد بس، ما يلبسوش وهو واقف، لو لبسه وهو واقف حدان عورته، على قد فلوس. فوجدته قصيرا فسالت ربي تعالى ان يمغط لي ذراعا، قلت: يا رب طولوا لي ذراع بس، ذراع بس ينزل كده يعني حوالي 60 سنتي كده. ففعل يمغط اي يمد، ومن مغط القوس وهو مده. قال النضر بن شميل: ولو استزدته لزدن، يعني لو قلت ذراعين كان يبقى ذراعين، لو مده لي البس منه واقطع منه شويه لمراتي تعملها فستان تمشي، ربك كرم واسع، الحكايه سهله. اذا كان مد الارض مش هيمد لك حته قماش. وقيل كان عامر بن قيس، كان عامر بن عبد قيس سال ان يهون عليه طهوره في الشتاء، فكان يؤتى به وله بخار، وسأل ربه أن ينزع شهوة النساء من قلبه فكان لا يبالي بهن، وسأله أن يمنع الشيطان من قلبه وهو في صلاته فلم يجبه إليه، يعني استجاب دعوتين له والثالثة لا. وقال بشر بن الحارث: دخلت الدار فإذا أنا برجل، فقلت: من أنت؟ دخلت داري بغير إذني، فقال: أخوك الخضر. فقلت: ادعو الله لي. فقال: هون الله عليك طاعته. فقلت: زدني. فقال: وسترها عليك، يعني بحيث ما تشوفش نفسك انك انت اطوع الخلق واحسن الخلق، فتتكبر بقى وتتجبر وتلاقي نفسك بقى ايه متكل على عبادتك. وقال ابراهيم الخواص: دخلت خربة في بعض الاسفار
في طريق مكة بالليل، يعني دخل خرابة ينام فيها وهو مسافر في طريق مكة، فإذا فيها ثمر عظيم فخفت فهتف بي هاتف اثبت فإن حولك 70,000 ملك يحفظونك. أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو الفرج الورثاني قال سمعت أبا الحسن علي بن محمد السيرفي يقول سمعت جعفرا الدبيلي يقول دخل النور الماء فجاء لص فأخذ ثيابه، يعني دخل يستحم في المية وحط ثيابه فجلس سرع ثيابه، ثم إنه جاء ومعه الثياب وقد جفت يده، فضل قاعد في المية فبص لقى الحرامي جاي ايدين كلبشة على الثياب مش عارف يفكها، فرجع لصاحب الثياب يديهاله تاني عشان يفكله ايده، فقال النوري قد رد علينا الثياب فرد علي يده فعوف. وقال الشبلي اعتقدت وقتا الا اكل الا من الحلال، يعني عزمت ان انا ما اكلش الا حلال، فكنت ادور في البراري فرأيت شجرة تين فمددت يدي اليها لآكل، فنادتني الشجرة احفظ عليك عقدك لا تأكل مني فاني اليهودي، يعني الشجرة كلمته عشان صدق الله فصدقه الله. ده يشبه برضو ان سيدنا عبد الله التستري كان عنده علامة برضو في ايده كده عرق، لما يمد ايده لطعام حرام العرق يتهز يعرف انه حرام ما ياكلوش، كان ليهم علامات كده. فربنا سبحانه وتعالى يرزقنا حلالا ويطعمنا طيبا ويجعل لنا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل. وقال ابو عبد الله بن خفيف دخلت بغدادا قاصدا الى الحج وفي رأسي نخوة الصوفية، يعني ايه؟ يعني العزة بتوع الصوفية بقاله 40 يوم ما كلش وربنا كرمه ومديله قوة، فداخل بقى يا ارض تهج ما عليك يد، ولم اكل الخبز 40 يوما ولم ادخل على الجنيد وخرجت ولم اشرب الماء الى زبالة مدينة تانية يعني، وكنت على طهارتي لا بيأكل ولا بيشرب حيفقد طهارته ليه ولا بينام كرامة من الله لهم. فرأيت ظبيا على رأس البئر وهو يشرب وكنت عطشان، فلما دنوت من البئر ولى الظبي واذا الماء في اسفله، يعني ايه؟ لقى المية بعيدة اوي، لما مشي الظبي لقى المية بعيدة عن سطح البئر، فمشيت وقلت يا سيدي ما لي محل هذا الظبي، يعني انا ما حصلتش الظبي ده يا رب اشرب زيه. فسمعت من خلفي جربناك فما صبرت ارجع خد المية، يعني ربنا امتحنه يعني بعد له المية علشان يشوف صبر، فلما اشتكى قال له انت الظاهر بقى ايه على قد حالك، طب ارجع اشرب بقى احنا بس بنكشف لك صبرك انه ايه ان صبرك قليل شوية. فلما رجع لقى المية على السطح فشرب. كل ده بيبين لك ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعاملهم بلا سبب، يعلمهم عيوبهم عشان يرقيهم. فرجعت فاذا البئر ملأ ماء فملأت ركوتي وكنت اشرب منه واتطهر الى المدينة، ولما بنفسي في حاجة هنا عندي سقط ها ولم ينفد، انا مكتوب عندي غلط خالص، واتطهر الى المدينة ولم ينفد، انا مكتوبة ولم ينفس بنفسي ولم ينفد، يعني ربنا بارك له فيه. ولما استقيت سمعت هاتفا يقول ان الظبي جاء بلا ركوة ولا حب، وانت جئت مع الركوة والحب، يعني الظبي اكثر توكلا منك، انت جاي بحبل واروانة ولا كوز والظبي جاي لنا كده يعني كما ولدته امه. فلما رجعت من الحج دخلت الجامع، فلما وقع بصر الجنيد علي قال لو صبرت لنبع الماء من تحت رجلك مش ترجع للبئر، يبقى ربنا كشف له حاله وهو ما عداش عليه. لو صبرت صبر ساعة. سمعت حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني يقول سمعت أبا أحمد بن علي الحافظ يقول سمعت أحمد بن حمزة بمصر يقول حدثني عبد الوهاب وكان من الصالحين قال محمد بن سعيد البصري بين أنا أمشي في بعض طرق البصرة إذ رأيت أعرابيا يسوق جملا فالتفت فإذا الجمل قد وقع ميتا ووقع الرحل والقطب، يعني الحاجات اللي على الجمل، فمشيت ثم التفت فإذا الأعرابي يقول يا مسبب كل سبب ويا مولى من طلب
رد علي ما ذهب من جمل يحمل الرحل والقتل. فإذا الجمل قائم والرحل والقتل فوق، يعني ربنا أحياهوله. وقيل إن شبلا المروذي اشتهى لحما فأخذه بنصف درهم، فاستلبته منه حدقة في الطريق، فاستلبته منه حدقة في الطريق، يعني حداية بعد ما اشترى اللحمة اللي مشتاق ليها بنص درهم، حاجة كده حتتين يعني، ثلاث حداية راحت واخداها منه. فدخل شبل مسجدنا ليصلي، فرجع إلى منزله، قدمت امرأته إليه لحمة، فقال من أين هذا؟ فقالت تنازعت حدقتان فسقط هذا منهم، اتخنقت حدايتين ايه على حتة، لا فوقع في البيت عندنا الحتتين دول. فقال شبل الحمد لله الذي لم ينسى شبلا وان كان شبل كثيرا ما ينساه او كثيرا ينساه. اخبرنا محمد بن عبد الله الصوفي قال حدثنا عبد الواحد